كان عندك ايه يا دكتور؟ يعني خلينا نسأل. هم بقى بيسموها مالتيبل مايلوما، بس يمكن نشرح فكره الخليه، لان انا عايز انتهز الموضوع ده ان انا اتكلم على الحاجات العلميه. يعني هل ده نوع من انواع الكانسر؟ هل يعني ده ايه بالظبط؟ والله هو اللي بيحصل ايه، يعني الخليه اللي قدامنا ديت اللي احنا بنتكلم عنها دي، هي فيها نواه اللي احنا شايفينها في النص دي. أيوة. وبعدين فيها حاجات كتيره جدا، فيها انا يعني دايما وانا بدي محاضره عامه، دي عباره عن يعني مش مدينه، دي عباره عن دوله فيها مصانع في جميع الاتجاهات. يعني عندك مثلا تقدر تقولي ايه، هقول لك على ثلاث مصانع منهم مثلا. مصنع انه بيعد الاميون سيستم بتاعك او المناعه بتاعتك، ده بيطلع حاجات عشان انها تخلي المناعه بتاعتنا قويه. في بعض الخلايا، انت عارفه ان حضرتك في النواه ديت في حاجه اسمها دي ان ايه. ايوه. والدي ان ايه في كل خليه فيكي هو نفسه. فالخليه ديت بقى بتعمل لو هي في واحده منهم من المناعه، واحده على بليون، يعني لو عندك بليون خليه للمناعه واحده منهم بس قررت ان هي هتبقى بيسموها كريزي او انها تطلع يعني ما اتجنت الخليه. بعض العلماء، وانا طبعا قريت كتير يعني في العلماء، بعض العلماء بيعتقد ان ده يا اما نتيجه جينيه او نتيجه الستريس اللي هو الضغط العصبي. الضغط هو الستريس، يعني ضغط العمل. الستريس ما هو كله بقى ضغط العمل وضغط الاجهاد. وانا الحقيقه كنت حاسس بده في اواخر 2012. بس الستريس قد يؤدي الى طبعا تدمير الخلايا، مش تدمير، هو بيؤدي الى ضعف العمليه بتاعه المناعه نفسها. فالخليه نفسها بيحصل لها تكاثر بسرعه كبيره جدا 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 جدا، ولازم توقفيه. يعني انت عندك بقى ايه، عدو، والعدو ده الجيش بتاعه بينتشر في جميع بتاع، وانت لازم توقف الموضوع. بنتكلم على الخليه الضاره، او يعني الخليه الضاره دي، الخليه الضاره بتتكاثر بشكل كبير وتقضي على الخلايا. مش بتقضي بقى، اللي بيحصل ان هي لما بتتكاثر بشكل كبير جدا، يعني مثلا في النخاع الشوكي مثلا لو تكاثرت بمعدل اكتر بكتير جدا ما هتملى النخاع الشوكي مثلا. فانت احنا عندنا حاجه في الجسم بتاعنا، في حاجات انزيمات وفي بتعمل عمليه بتقول مثلا اعمل من الخليه ديت، يعني مثال بسيط، اعمل من الخليه ديت مثلا 1000 في الساعه مثلا. لو عملت بليون في الساعه وهي خليه مش كويسه، طبعا هتملى الاجهزه بتاعتنا زي دي، وبعدين بقى الخلايا التانيه تقف لان ملهاش مكان في هذا المكان. ففي بقى الحاجات اللي طلعت حديثه في العلم دي. بس قبل ما حضرتك تكمل، هل هذا مرض عضال، يعني مرض قاتل؟ قد لا قدر الله. انا هقول لحضرتك، لو انا الموضوع ده حصل 10 سنين فاتت اعتقد انه كان ممكن يكون قاتل. 10 سنين فاتت. التقدم العلمي في الموضوع ده بالذات اللي حصل في اخر 10-15 سنة بيعتبروه العلماء في المنطقة دي بتاعتي، لحظي أنا بس يعني في المنطقة دي بتاعتي ده اختراق بريكثرو يعني. وحتى دلوقتي شركات الأدوية، وده اللي كنت أشرحه لحضرتك يعني لو في انترست يعني. طبعا شركات الأدوية العالمية دلوقتي مهتمة بالقضية دي بالذات، لأن التطور بيحصل كل شهرين في دراج او عقار جديد بيطلع. فمثلا الحاجات الشهيقه بقى، ازاي العقار ده الجديد ده، وده بلايين الدولارات، بلايين، يعني اخر عقار انا باخده اللي هو اكتشفوه كان عمل 40 بليون، 40 بليون. فكنت بتكلم انا في قبل كده في مصر الرحله دي، ان مش بس النهارده عمليه ان احنا نطور في الحاجات التقليديه، لا، ده احنا لو عندنا اكتشاف واحد بس في دراج ديليفري او دراج ديسكفري، او ان احنا عندنا اي من الحاجات اللي اقدر اقولها لك، ده
بلايين البلايين من الدولارات. والنهارده ده اللي بتعمله الهند وبتعمله بلاد تانية يعني اخرى دي. الدراج بقى ده بيخش يعني انت حضرتك عارف ان الخلايا كلها بيسموها مايكرومتر يعني واحد على مليون مايكرومتر، واحد على مليون من المتر. انا عارف ان التخصص بتاعك ادبي وانا هحاول افهم باذن الله. هتعبك النهارده الليله بس معلش شويه مش مشكله. فهي واحده يعني لا تقدريش تشوفها بالعين، لازم تبقى تحت الميكروسكوب. فالدراج ده لما بيخش الخليه بيعمل ازاي في الخليه اللي هي مش كويسه؟ كل تفكير العلماء ان المفروض ان الدراج ده يقضي على الخليه اللي مش كويسه ويسيب الخليه اللي هي كويسه. لو تعملي كده مصر بكره تبقى من اغنى بلاد العالم. تقتلي الخليه اللي هي مش كويسه وفي نفس الوقت تسيبي في حالها الخليه الكويسه. ده ما بيحصلش. هل ده العقار اللي حضرتك يعني كيف عولجت؟ يعني انت ازاي ايه بالظبط؟ ما هو بقى هم عملوا ايه في الاول؟ هم في الاول اعطوني حاجه زي ما قلت حضرتك اللي هتنزل الوضع ده. انا كنت وصلت لحاجه بسموها 90% يعني في الوقت ده تقدر تقول ان الخليه دي بتتكاثر بسرعه جدا ولازم يوقفوه، فوقفوه عند تقريبا 50%. وبعدين بعد كده عملوا حاجه بقى من اجمل ما رأت عيني وانا في السرير كنت بفكر فيها علميا. انا مش عارف حضرتك بتحكي عن القصه كده كانها قصه شيقه جدا برغم ان المرض كان ممكن بعد الشر يجرى لك حاجه يعني. بس هو العلماء كده يعني. انا بقيت قاعد وبفكر في حكمه ربنا يعني ازاي يعني. تصوري بقى بجانب الدراج ده خدوا مني الخليه الجذعيه بتاعتي. تمام. خدوها وحطوها في مكان في حاجة اسمها ليكويد نيتروجين مش عارف ايه، وبعدين شالوا من جسمي الخلية اللي هي مش عاجبها نظفوها خالص، وبعدين رجعوا تاني الخلية الجذعية ديت ليا اللي هي بتاعتي. ليه؟ عشان الخلية الجذعية دي هتنمو تاني بقى بس بطريقة صح. وهي شوف يعني very interesting. وبعدين وهي بتنمو كمان بيديكي بقى الدراجز اللي انا بقول عليها ديت عشان عمرها ما ترتفع تاني للمعدل اللي هو حصل قبل كده. العلم الحديث ده حضرتك لا يمكن نقدر نعمله. وانا بقول هذا الكلام بقالي 15 20 سنه الا اذا كان عندنا القاعده العلميه المتكامله. وانا عجبني في المقدمه وانت بتقولي ده ما يجيش بفهلاوه. ده ما يجيش بفهلاوه، لازم نعمل ولازم نشتغل ولازم نكون بقى على يعني في نفس الوقت مع العالم الحديث اللي هو وصل الى اخر الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي. بصراحة وحضرتك بتحكي القصة وكأنك تحكي قصة شخص آخر أو بحث علمي كنت تشاهده بعيدا عنك. خليني بقى أسأل الدكتور زويل الإنسان يعني الشخص المواطن، عندما عرفت أنك مصاب بهذا المرض بصراحة خفت؟ قلقت؟ أولا يعني من الحاجة ده سؤال كويس لأن عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، وده اللي كان بيحزنني في مصر على فكرة الدين وإنك لازم تعمل وتخلي وبتاع. أنا تربيت في أسرة بسيطة بس متدينة جدا، وكان البيت بتاعنا جنب المسجد وكنت بذاكر في المسجد ساعات في رمضان في دمنهور في تسوق ودمنهور. لكن كان يتقال لنا من الشيخ المسجد ربنا يبني نجحكم وتجتهدوا في الجبر والعلوم ومش عارف ايه. فانا يعني تربيت بصورة ان انا عندي ايمان، يعني عندي ايمان قاطع اذا خلاص انتهت حياتي هو هتنتهي. لكن في نفس الوقت لما الإنسان بيصيب بحاجة زي كده بيعتمد على كذا حاجة، الإيمان والمعرفة، لأنه المعرفة ما فيهاش هزار. يعني أنا لازم أعرف إن أنا أصبت بمرض ومرض خطير ونعمل إيه في هذا المرض. والحقيقة إن أنا زوجتي طبيبة في اتخرجت من الطب وكان لها دور مهم جداً
ان انا افهم الحاجات دي. لان انا كل تركيبتي علمية وعلمية في الحاجات اللي هي الاساسيات والاخ. بس هي عندها هي الحقيقة واسرتها كلها اخواتها كمان في العملية الطبية دي كانت مهمة. فكان لازم مهم جدا انك تعرفي المعرفة ويكون في ايمان قوي جدا. وبعدين الانسان بيمر بمراحل بيسميها ايه انعكاسات يعني بتاعت ريفلكت، ايه اللي هيحصل لو فارق الحياة وايه اللي هيحصل لو لابد ان يكون فيه قوة وارادة. فبالكومبينيشن دي مع بعضها كلها الانسان بيقدر يعدي المراحل.